السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ تقريبا كده بقالنا يومين او 3 ايام ما بننزلش فيديوهات خالص، وده كان تحضيريا للحاجات الجامده جدا اللي جايه ان شاء الله. وتعالى كده نسخن برجوعنا ده بفيديو صغير كده، فيديو خفيف وهينفعك جدا، هيغير موبايلك تماما. لو انت زهقت من شكل موبايلك كده وعايز تجدد كده، او تحس انك ماسك حاجه جديده، او تحس باختلاف، او تحس يعني كده ايه ان في تغير كده في الموبايل، انا جايب لك النهارده شكلين عجبوني جدا هيغيروا الموبايل بتاعك تماما، سواء بقى ايكونز، سواء نوتيفيكيشن بار، سواء اي حاجه في الموبايل هتتغير. وهنا انا بخص الكلام بتاعي بكل موبايلات شاومي، اي موبايل شاومي هينفع عليه الطريقه دي، اي موبايلات غير شاومي الموضوع ده مش هينفع معاه، واللي معاه موبايل غير موبايل شاومي ممكن نعمل لهم فيديو تاني بطريقه تانيه. وبرده السلسله دي احنا هنبداها وهننزل برده كل ما يعجبني كده شكل او تصميم هنعمل عنه فيديو ان شاء الله. ولو انت مش فاهم انا بتكلم عن ايه، بص معايا كده على شكل الموبايل. شايف بقى شكل الايكونز، شايف شكل الساعه، شايف شكل الوول بيبر، شايف كل حاجه كده، النوتيفيكيشن بار وكل حاجه متغيره، شايف كل الاشكال دي. هقول لك ازاي انك تعملها دلوقتي. كل الحاجات دي بتتعمل بضغطة زر واحدة بطريقة سهلة جدا جدا، مفيش اسهل من كده. ويلا خليني ما اطولش عليك ويلا نبدأ بالطريقة. فقبل ما نخش في الطريقة، يا ريت دلوقتي تنزل تعمل لايك للفيديو، لو انت مش عامل سبسكرايب للقناة يا ريت تعمل سبسكرايب، ولو انت عايز تسأل عن اي حاجة عن البوكو اكس 3 برو يا ريت تكتب لي كومنت تحت بالحاجة دي، عشان المراجعة قربت جدا ان شاء الله على اليوتيوب. طيب تمام، ده الشكل العادي جدا، الشكل التقليدي بتاع الموبايل، مفيش اي تعديل، مفيش اي حاجة اتعدلت نهائي خالص، لا ايكونز ولا اي حاجة، مفيش اي حاجة اتعدلت. بص كل حاجة زي ما هي من غير اي تعديل. الحاجة الوحيدة بقى اللي انت محتاجها هنا في الطريقة دي هو برنامج واحد، برنامج موجود على الواجهة بتاعت شاومي عادي، اي موبايل بوكو او موبايل شاومي هتلاقي عليه البرنامج ده، اللي هو البرنامج بتاع الاوضاع او بتاع السيمز. هتفتح طبعا البرنامج وهتبحث في شريط البحث، ده اول شكل او اول وضع معانا، وموجود هنا باسم باب لاين يو اي. ايوه هو ده بالظبط اللي احنا عايزينه. هتضغط عليه وهيفتح معاك عادي جدا. طبعا هنا عشان انا محمله، هو هتلاقي هنا مكان الكلمه دي داونلود او تنزيل، هتنزله عادي، حجمه مش كبير خالص، وهتضغط ابلاي وبس. بعد كده هتعمل ريستارت او ريبوت للموبايل، عشان بقى اوريك شكل الموبايل ان هو اتغير كمان، هو الموبايل بيفتح كمان، الموضوع اتغير. بص كده معايا هتلاقي ان الموبايل بيفتح بشكل مختلف. واول ما الموبايل يفتح دلوقتي، بص كمان شاشه القفل والساعه وكل حاجه اتغيرت خالص. وبس ببساطة جدا دي كل حاجة اتغيرت قدامك كده بضغطة زر واحدة. قلب بقى في الموبايل كده هتبص تلاقي كل حاجة اتغيرت، شكل الساعة كمان، الخلفية اللي محطوطة، النوتيفيكيشن بار، كل حاجة اتغيرت هنا تماما، والاعدادات كمان اتغيرت، في اشكال كده محطوطة وحاجات كتير اتغيرت كمان. الكنترول سنتر الجديد بتاع واجهة ميو اي الجديد لو انت حابب تشغله برضو شكله اتغير كمان. فاضل بقى معانا حاجة واحدة وهي الايقونات، هي اللي ما اتغيرتش لحد الان. طبعا الايقونات دي حاجة اختياري، انت ممكن تحط اي ايقونات عادي، تختار الشكل اللي انت عايزه وتحطه عادي، تنزل اي ايقونات وتحطها عادي. لكن لو عايز نفس التطبيقات اللي انا حاططها هنا ونفس الحاجات اللي انا حاططها، هتخش عادي على جوجل بلاي يو اكس ليد ايكون، هيظهر لك على طول طبعا كده، هتحمله برضو حجمه مش كبير خالص، وهتفتحه وتخرج منه على طول. بعد كده بقى تخش على الاعدادات، وهتخش على حاجه اسمها هوم سكرين او الشاشه الرئيسيه. هتلاقي عندك هنا كل الايقونات اللي انت محملها، عايز تطبق اي واحد منهم هتطبقه بسهوله جدا، وده اللي احنا محملينه، هتضغط عليه وتضغط ابلاي وبس. يا عم كده بكل سهوله دي الايقونات وكل حاجه اتغيرت في الموبايل حرفيا. نيجي بقى للطريقه اللي بعدها او الشكل اللي بعده، هي مش طريقه، هو نفس الطريقه ولكن شكل تاني مختلف. وهتبحث بقى المره دي عن حاجه باسم كونسبت 1 بي دوت اي. هتبص هتلاقيه ظاهر لك كده، هو اللي شكله اخضر ده، ايوه هو ده. برضه هتضغط عليه عادي وهتعمل له داونلود او هتحمله يعني، وحجمه برضه مش كبير، وبعدين هتضغط ابلاي. ده بقى جاهز بكل الايقونات بكل حاجه بتاعته. اول ما تحمله تعمل ابلاي وتعمل بقى ايه، طبعا هتعمل ريبوت
او تعمل ريستارت للموبايل. وبص معانا برضو هتلاقي هنا شكل الموبايل هو بيفتح كمان اتغير برضو هنا. طبعا عندك هنا شاشه القفل بقى كل حاجه اتغيرت، الساعه بالتاريخ بالفونت بكل حاجه اتغيرت برضو هنا برضو. واول ما تفتح الموبايل هتلاقي كل حاجه متغيره جاهزه، الساعه بالايكونز بكل حاجه، الكنترول سنتر كل حاجه متغيره هنا. وطبعا شكلهم روش جدا وجامد جدا، متنظمين كده وكل حاجه هنا مترتبه وشكلها حلو جدا. بصراحه انا معجب قوي بالشكلين دولت، فعشان كده قررت ان انا اشاركهم معاكم. وبس دي كانت الطريقة بكل بساطة وبكل سهولة، دول كده كانوا شكلين حبيتهم جدا فحبيت ان اشاركهم معاكم. ما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب. يلا اشوفك في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.